منظم فريق الاتحاد العام الشغالي بالمغرب بمجلس المستشارين يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، التحديات الاجتماعية التي فيه، وتنظيم هذا اليوم أولا من أجل إبلاغ الأطر النقابية بمستجدات الذي يحمله هذا المشروع أولا، وثانيا كذلك دراسة الوضعية الاقتصادية اللي متأزمة بفعل عوامل الخارجية وبفعل عوامل الداخلية المتأثرة أساسا بمخلفات كوفيد وبكذلك الجفاف، وكذلك هي مناسبة للحديث حول مدى تقدمنا في الحوار الاجتماعي مع الحكومة. أعتقد بأنه فرصة كذلك لتقييم أو للوقوف على مدى قدرة الحكومة الالتزام بما التزمت به في إطار الحوار الاجتماعي وفي إطار ما وقع عليه في أبريل 2022 من أجل تجسيده في الميزانية ديال 2023. هذه القضايا تطرح علينا كاتحاد عام شغال المغرب أول المسؤولية في إبلاغ المنخرطات والمنخرطين بالمستجدات أولا، ولكن أيضا هي فرصة من أجل التدارس حول كيف يمكن المساهمة ديال الاتحاد عام شغال المغرب من أجل تجويد مشروع قانون المالية وإعطاء آراء حقيقية اللي غادي تكون صالح الطبقة الشغيلة المغربية. اليوم الدراسي هو يجي دائما يأتي دائما على عادة أخذنا على ثقنا ابتداء من السنة الفارطة، وذلك بتوجيهات من الأخ الكاتب العام وهو في نفس الوقت رئيس مجلس المستشارين. فاليوم الدراسي الهدف منه هو استفادة من خبرة الأساتذة الخبراء، وتبارك الله اليوم الحمد لله عندنا 8 ديال الخبراء وأساتذة في المجال المالي. كذلك تم استدعاء إخوة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام شغال المغرب ومجموعة من أطر الاتحاد العام شغال المغرب باش غادي نسمعوا أولا خبرة الأساتذة، ثانيا نسمعوا النبض الشارع من خلال الآراء ديال المواطنين، لأن هذا القانون المالية كيأتي في واحد المرحلة ديال لا يقين، في مرحلة ديال تحولات اقتصادية جد صعبة اللي كتأثر على جميع الاقتصادات من ضمنهم المغرب. فرغم المجهودات ديال الحكومة وتمينها، وهنا أنا لا أجامل الحكومة، فالحكومة تقوم بمجهودات، لكن للأسف تأثير هذه المجهودات لا يصل إلى المواطن، وهذه هي الحلقة المفرغة، لأن ما بين إجراءات التي تأخذها الحكومة وما بين ما يصل إلى المواطن فهناك لوبي ديال المضاربين الذي يستفيد من كل شيء. ونحن إن شاء الله من خلال هذا اليوم الدراسي سنأخذ آراء الخبراء ونبض الشارع من خلال تدخلات الإخوة والأخوات المناضلات والمناضلين لنعدل أو لنستفيد منهم في التعديلات التي سندخلها عن قانون المالية 23. غير للتذكير، فمجلس المستشارين السنة الفارطة راه قدم أكثر من 800 تعديل، تقبلات منها 80 تعديل. هذه السنة نحن نطمح إلى أكثر في التعديلات لصالح التعديلات اللي تمس القدرة الشرائية والطبقة الشغيلة وتنزيل الأوراش الملكية.